عبد الله بن منير أبو عبد الرحمن المروزي الزاهد قال الحافظ التقريب ثقة عابد، توفي سنة 41 و200، حديثه عند البخاري والترمذي والنسائي. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الله بن منير، قال الإمام القدوة الولي الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن المروزي، حدث عن النضر بن شميل وعبد الرزاق ويزيد بن هارون. إذن هو من طبقة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، هذه الطبقة. وكان واسع الرحلة كثير الحديث والفضل. قال الفربري تلميذ البخاري محمد بن يوسف، سمعت بعض أصحابنا يقول سمعت البخاري يقول لم أرى مثل عبد الله بن منير. قال يعقوب بن إسحاق بن محمود، سمعت يحيى بن بدر القرشي يقول كان عبد الله بن منير قبل الصلاة يكون بفربر، فإذا كان وقت الصلاة يرونه في مسجد آمل، يكون قبل الصلاة في فربر، أثناء الصلاة يرونه في المسجد في آمل، وبين فربر وآمل نهر، يتعجبون كيف يعبره، فكانوا يقولون إنه يمشي على الماء. فقيل له في ذلك، يعني قيل له هل أنت تمشي على الماء؟ فقال أما المشي على الماء فلا أدري، ولكن إذا أراد الله جمع حافتي النهر حتى يعبر الإنسان. قال وكان إذا قام من المجلس خرج إلى البرية مع قوم من أصحابه يجمع شيئا مثل الأشنان وغيره، يبيعه في السوق ويعيش منه. فخرج يوما مع أصحابه فإذا هو بالأسد رابض، الأسد رابض على الطريق يعني ما يستطيعون أن يذهبوا. فقال لأصحابه قفوا، وتقدم هو إلى الأسد فلا ندري ما قال له، فقام الأسد فذهب. وسئل ابن راهوية إسحاق بن راهوية رحمه الله، قيل له أيدخل الرجل المفازة بغير زاد؟ أيدخل الرجل المفازة، المفازة الصحراء القاحلة المهلكة، بغير زاد؟ قال إن كان مثل عبد الله بن منير فنعم، كان مثل هذا الرجل نعم، يعني في قوة التوكل واليقين رحمه الله. هذا شيخ من شيوخ البخاري، من أفاضل شيوخ البخاري رحمه الله، عبد الله بن منير المروزي. قال الفربري كان يسكن فربر، وبها توفي سنة 41 و200.